السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض سمارت ستيب الإضافي بتاعنا فيرست ترم، طبعا الترم الأول. Unit 1 The Egyptian Nobel Prize Holders الأشخاص اللي حازوا على جائزة نوبل. أول حاجة هنبتديها مع بعض إن شاء الله النيو فوكابلري، الكلمات الجديدة بتاعتنا. أول كلمة معانا كلمة بيس. بيس معناها سلام، اللي هو الوقت ما بيكونش فيه إيه؟ ما بيكونش فيه حروب. بيس. بريزدنت، بريزدنت معناها رئيس. بريزدنت معناها رئيس. أورد، أورد جائزة. ممكن أقول I got an award last year، أنا حصلت على جائزة العام الماضي. أورد جائزة. historic معناها تاريخي. solutions حلول، ممكن عندي problems، عندي مشكلات وعايزة ادور لها على solution، حل. solutions حلول. reopen معناها اعادة افتتاح. reopen اعادة افتتاح، زي لما جيت كان قناة السويس تم افتتاحها وبعد كده اعادة افتتاحها تاني بعد حرب 73، يبقى بقول عليها reopen، حاجة كانت مقفولة واعادة افتتاحها من اول وجديد. treaty، treaty يعني معاهدة، معاهدة بتكون بين الدول. تريتي معاهدة، زي معاهدة السلام اللي رئيس السادات عملها مع إسرائيل. تريتي يعني معاهدة. اوكيوبيشن، اوكيوبيشن يعني احتلال، لما تكون في دولة أجنبية بتيجي تحتل دولة تانية، زي كده لما جيت قلت انجلاند اوكيوبيشن ايجيبت مثلا ان 1991، احتلت مصر في 1881. رايتر، رايتر معناها كاتب. ريفوليوشنز ثورات، جمع ثورة. ريفوليوشنز ثورات، اللي هي الشعب بيقوم بثورة للحاكم أو على الحاكم اللي بيحكم الدولة أو بيحكم البلد. براود اوف، كلمة براود اوف معناها فخور بيه، ولازم تعرف إن كلمة براود بيجي بعدها تو بروبوزيشن، ممكن يجي بعدها براود تو أو براود اوف. ممكن اقول لك I am proud of my brother، انا فخور باخويا، او لو جبت preposition to هقول لك I am proud to be a teacher، انا فخور بكوني مدرس، او اقول لك I am proud to be Egyptian، انا فخور بان انا مصري. بعد كده عندي verb جديد، عندي found. احنا عارفين ان found the past simple of find، هو الماضي بتاع find اللي هو معنى يجد او وجد. طب انا عندي found هنا جالي verb، verb انت هو اصلا فعل، محدش يقول لي ان ده past simple of find خالص، ده مش فعل ماضي اللي فايند، هو فعل فيرب انفينيتيف، فعل لوحده بمعنى يؤسس، يبقى والماضي بتاعه ده فعل ريجولر، فعل منتظم، يبقى فاوندد، والتصريف التالت باست بارتيسيبل فاوندد، يبقى فاوند بمعنى يؤسس، باست سمبل فاوندد، باست بارتيسيبل فاوندد. Give one more. Number one, the person who rules a republic. هنا بيقول لي الشخص اللي بيحكم الجمهوريه كلمه ريبابليك يعني جمهوريه، مين اللي بيحكم الجمهوريه زي احنا كده Arab Republic of Egypt، جمهوريه مصر العربيه، مين اللي بيحكمها؟ ذا بريزيدنت، الرئيس. عندي كده رئيس. نمبر 2 A prize given to a person by authorities for doing something، بيقول لي ان هي عباره عن جائزه الشخص او الشخص ده بياخدها بواسطه مؤسسات لان هو عمل شيء جامد. طب ايه بقى Award؟ كلمة award. award يعني جايزة أو مكافأة. number 3 the person who writes stories يعني الشخص اللي بيكتب القصص، شخص بيكتب قصص طبعا writer. number 4 the time when people don't have wars، الوقت اللي يكون الأشخاص فيه ما عندهمش أي لو ما فيش أي حروب طبعا هيكون الإجابة peace. peace يعني السلام. number 5 when a country defeats another country، كلمة defeat يعني تعتدي على، لما يكون عندي دولة بتعتدي على دولة أخرى and it takes a part of all of its land by force، وهي بتاخد أرضها بالاحتلال أو بقوة، يبقى ده إيه؟ occupation. occupation اللي هو الاحتلال. بعد كده عندنا الديكشنري الوقت بتاعنا هيجيب لي difference between verbs، الاختلاف بين مجموعة أفعال، زي عندنا win. win معناها هنا بيكسب كاس أو بيكسب جايزة. عندي كمان كلمة earn، بس earn معناها بيكسب قوت يومه أو بيكسب فلوس أو بيكسب ثروة. gain، gain بمعنى يكتسب سمعة، لما يكون عندي حد مثلا سمعته كويسة بقول للشخص ده محترم أو سمعته كويسة، أو بيكسب بيعمل اسمه في السوق بيكسب حب الناس أو بقول عليها gain. beat بمعنى يهزم،
انا عندي win earn gain eat. نشوف كده مع بعض examples على كل verb فيه. number one he won the cup for his excellent painting. عندي won بس symbol of win التصريف التاني من win. won معناه فاز، هو فاز بالكاس لان هو عمل تلوين جيد او تلوين ممتاز. يبقى هنا كسب ايه؟ كسب شيء مادي، حاجه بقدر ان انا المسها في ايدي، زي مثلا ميداليه او كاس بقول عليها وين. اي حاجه بكسبها تكون ماديه بقول عليها او بستخدم معايا فيرب وين. في الاكزامبل نمبر 2 هي از ا فيموس دكتور اند ايرن ا لوت اوف ماني. هنا احنا اتفقنا ان كلمه ايرن معناها يفوز بفلوس او بيكسب ثروه او بيجني مال. على عكس كلمه وين طبعا اللي هي بيفوز بكاس او بيفوز بميداليه او هكذا او بيفوز بمباراه. نمبر 3 our teacher gained our love. المدرس بتاعنا كسب حبنا. طب هنا الحب ده شيء مادي ينفع ان انا او حاجه بقدر ان انا امسكها بايزي استخدم معاها فيرب وين؟ لا، انما عندي كلمه جين او فيرب جين معناها بيكتسب شيء معنوي، زي قلت بيكتسب سمعه او بيكتسب حب الناس او بيكتسب اسم جيد في السوق، يبقى بستخدم معاها فيرب جين. طبعا ده فعل منتظم يبقى بقول عليه الماضي بتاعه جيند والتصريف التالت جيند. Number 4 our army beat the enemies in October war. هو بيقول ان الجيش بتاعنا هزم الاعداء في حرب اكتوبر. يبقى بيت هنا معناها يهزم. بيكون عندي فريقين وواحد بيهزم الثاني. يبقى بيت بمعنى يهزم، جيند بمعنى يكتسب سمعة، وارد بمعنى يكتسب نقود او بيكتسب مستوى مرتفع للمعيشة، وين بيكسب شيء مادي زي كاس او مدينة. Choose the right words from A, B, C, or D. Number one, الأهلي تيم سبيس الزمالك at many matches. الأهلي تيم A الزمالك at many matches. عندنا هنا مجموعة من الأفعال، بيقول لي فريق الأهلي A للزمالك في العديد من الماتشات. Win, won, earned, beat, gained. طبعا هنا عندي فريقين، واحد هيكسب التاني، يبقى عندي هستخدم فيرب beat. بيت لان بيت هنا معناه يهزم. طب ليه مش هينفع اقول وين؟ لان احنا زي ما اتفقنا اللي احنا قلنا وين بيفوز بكاس او بميداليه. نمبر 2 ماي فادر وركت ابرود. والدي بيعمل بالكريك. اند ايه ا فورتشن؟ فورتشن معناها ثروه، حد بيشتغل بره وكسب ثروه. يبقى انا ايه الاختيارات بتاعتي؟ يبقى اكيد ايرند، لان احنا اتفقنا ان كلمه ايرند معناها يكسب مال او يكسب ثروه او يكسب قوت يومه. نمبر 3 you can space the first prize if you work harder. انت تستطيع تعمل ايه في الجائزة الاولى لو انت اشتغلت بجد؟ الاختيارات بتاعتي هنا win, beat, earn, gain. You can win the first prize if you work harder. يعني لو انت اشتغلت بجد تقدر تفوز بالجائزة الاولى. واحنا اتفقنا ان كلمة win معناها يفوز بجائزة او بكأس او يفوز بمباراة. نمبر 4 نمبر 4 our school has space a good name. One earned beat game. المدرسة بتاعتنا عملت ايه اسم جيد؟ احنا اتفقنا ما عندي اسم او سمعة، دي حاجة غير مادية، حاجة معنوية، بستخدم معاها verb gain. يبقى انا عندي our teacher our school has gained a good name. Number 5 nobody can space my brother at chess. Win, earn, beat, gain. Nobody هنا معناها مفيش حد خالص كان بيقدر سبيس ماي براذر ات تشيس، عايز يقول ان هو بيهزم اخويا في الشطرنج. يبقى هنا عندي فريقين، واحد بيهزم الثاني، بعدها هستخدم بيت. بيت معناها يهزم. بعد كده عندنا ايتمز، يبقى بيكون عندي فيرب ومعاه بروبوزيشن، فعل ومعاه حرف جر. احنا عارفين ان فيرب بريك بمعنى يكسر او لو جات لي فيرب، ولو جات لي ناون بمعنى وقت راحه. طب لو انا حاطط بقى بريك ومعايا بروبوزيشن معايا حرف جر، طبعا المعنى هيتغير خالص، لان احنا اي فريزل فيرب اخدناه معناه بيتغير خالص. نشوف كده مع بعض. اول حاجه break has many different meaning especially when added to another word. بيقول لي ان الفيرب break بيختلف معانيه تماما، خاصة لو انا حطيت له كلمات ثانيه بتديله معنى مختلف. طيب في الاول بس لازم نعرفك التصريفات بتاعت الفيرب break اللي هو اللي احنا عارفين اللي هو معناه يكسر من غير اي بروبوزيشن. break يكسر، بروك كسره، بروكن دوت الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث او الشكل الثالث للفعل بتاعه. زي ما اتفقنا ان احنا النهارده هناخد حاجه اسمها فريزال فيرب، وقلنا ان دوت لما بنجيب الفيرب بتاعنا وبنزود عليه بروبوزيشن فكده بيتغير معناه تماما. اول حاجه معانا بريك داون. بريك داون ليها معنيين زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي.
اول حاجه تو ستوب وركينج اماشن. تو ستوب وركينج يعني يتوقف عن العمل او يتعطل. يعني هنا بتيجي بمعنى يتعطل، يبقى كلمه بريك داون بتيجي بمعنى يتعطل. تو لوز كنترول اوفر يور فيلينجز اند ستارت كراينج، انك ما تقدرش تتحكم في مشاعرك وتبدا في العياط، دوت برضو اسمه بريك داون. هديني مثالين على الكلام ده. نمبر 1 بيقول لي couldn't complete our journey، احنا ما قدرناش نكمل رحلتنا. Because our car broke down on the way، لان العربيه بتاعتنا حصل لها ايه بقى في الطريق؟ طبعا اتعطلت في الطريق. Broke down قلنا ان هو بمعنى يتعطل. Number 2 when she heard about her friend's death she broke down، لما سمعت خبر وفاة صديقتها هي she broke down، يعني هي بدات خلاص تفقد الكنترول على مشاعرها وبدات في العياط. بمعنى تاني ان هي انهارت، يعني بريك داون بمعنى الانهيار، ان هو عدم القدره على السيطره على المشاعر. بعد كده عندنا بريك اوت، برضو بريك اوت هنشوف الديفينيشن بتاعها، التعريف بتاعها وهي بتعبر عن ايه. something to start happen like fire، حاجه بتبدا انها تحصل زي ما بكون عندي حريقه، الحريقه دي بيبقى لها بدايه فبقول عليها بريك اوت. بريك اوت بمعنى يبدا. to escape from a prison، انك تهرب من السجن، برضو بنسمي دوت بريك اوت. في الاكزامبلز نمبر 1 the Egyptian revolution broke out on July 23-1952، يعني هنا بيقول لك ان الثوره المصريه بدات في 23 يوليو سنه 1952، يبقى بروك اوت هنا جايب معنى كلمه بدات. Some prisoners broke out but the police arrested them، بيقول لي بعض السجناء بداوا ان هم يهربوا ولكن الشرطه ايه قبضت عليهم، يبقى بروك اوت هنا بمعنى يهرب. بروك اوت الاولانيه بمعنى يبدا والثانيه بمعنى يهرب. نمبر 3 بريك اب. بريك اب الديفينيشن بتاعها ممكن تجيلي فيرب وممكن تجيلي نون. تو بريك اور ميك سمثينج بريك بيسز، ان هي الشيء ده بيتحطم لاشياء، او ان هو بمعنى تاني هو بيتفتت او بيتفكك، يبقى بيتحطم خالص ما بيقلهوش وجود. زي كده ما يجي يقول لي اوتمان امباير بروك اب ان 1917، اوتمان امباير اللي هي الدوله العثمانيه، بيقول لي الدوله العثمانيه تحطمت او تفككت في 1917. يعني ايه تفككت؟ يعني ما بقلهاش وجود، هي كانت حاجه كيان ويحب بعد كده كتبت ان هي تتفتت لدول صغيره، فعملنا كده ان هي ايه تحطمت او تفككت. Number 2 the break up of Soviet Union gave a chance to the USA to control the world، يعني التفكك بتاع الاتحاد السوفيتي دوت اللي سمح او عطى فرصه للولايات المتحده الامريكيه ان هي تبدا تتحكم في العالم. Break next beat. Break next beat معناها بسرعه خطيره او بسرعه مميته، ودي adjective دي صفه بتساوي كلمه dangerously fast يعني بسرعه خطيره. He couldn't control his car because he was driving at breakneck speed، يعني هو بيقول لك ان هو مش قادر يتحكم يعمل كنترول في السياره بتاعته لان هو كان بيسوق بسرعه خطيره جدا او بكسر السرعه المطلوبه او اللازمه. Break through دي ناون an important a new discovery or achievement، بيقول لي ان هي اختراع او اكتشاف مهم او تحقيق انجاز مهم، يبقى بريك ثرو معناها اكتشاف او اختراع. Inventing the femto camera is a great scientific breakthrough، يعني بيقول لك ان الاختراع الفيمتو كاميرا دوت ده من الاكتشافات العلميه العظيمه، عشان كده احنا قلنا هنا بريك ثرو. بريك ثرو دوت معناها اكتشاف او انجاز. Choose number 1 discovering electricity is a great، بيقول لي اكتشاف الكهرباء هو عباره عن ايه عظيم، طبعا ده اكتشاف يبقى بريك ثرو. نمبر 2 فاير مين كود اكستنجش ذا فاير ذا بروك، بيقول لي ان رجال المطافي قدروا ان هم يتحكموا في الحريق اللي هو حصل له ايه، طبعا بروك اوت ذا فاكتوري ان هو بدا في المصنع. He was fined for driving. Fined هنا معناها عوقبة، يعني هو اتعاقب بسبب سواقته at an off speed. طبعا هنا بريك نيك سبيد، قلنا بريك نيك سبيد اللي هو كسر السرعه المطلوبه منه او ان هو ساق بسرعه جنونيه. وهنا كلمه فند معناها عقوبة. Some robbers were caught for trying to break، بيقول لي بعض اللصوص ان هم تم القبض عليهم لان هم كانوا بيحاولوا يعملوا ايه في البنك. طبعا عندي هنا يقتحم او يدخل المكان، يبقى بريك ان. بريك ان بمعنى يقتحم او يدخل المكان. I checked up my computer because it broke
انا ابتديت ان انا افحص فحصت الكمبيوتر بتاعي بيكوز ات بروك. اكيد اكيد كلمه داون تعطل. complete the following dialog. زي ما احنا عارفين الدايلوج بتاعنا لازم يتقرا كله مره واحده وبعد كده نبتدي نحل جزء. هنا عندي father بيتكلم احمد. You have heard about Estadet, haven't you? بيقول له انت سمعت عن Estadet مش كده؟ طبعا haven't you ده question take. أليس كذلك؟ سؤال معناه أليس كذلك؟ أحمد طبعا رد عليه قال له yes of course بالطبع، وبعدين هنا كمل sentence فالأب رد عليه بسؤال قال له a movie it's أيام Estadet isn't it؟ قال له ده فيلم، فيلم أيام Estadet مش كده؟ برضه question take تانية. Yes it is فعلا ده هو ده، وبعد كده I وكمل sentence تاني. What about Estadet himself؟ بيقول طب أنت إيه رأيك في Estadet نفسه؟ وسأله سؤال. أحمد قال له yes I like him very much. What about you؟ وماذا عنك؟ قال له أنا بحبه كتير قوي. طب وأنت رأيك فيه إيه؟ قال له حاجة، قال له he is a great man، هو رجل عظيم. isn't he؟ أليس كذلك؟ هنا question tag تاني، isn't he يعني أليس كذلك؟ أحمد رد عليه قال له no question about it but why is he called the hero of war and peace؟ ليه هو سموه ببطل أو رجل الحرب والسلام أو بطل الحرب والسلام؟ He is a real hero because، وهيديله بقى السبب اللي هو قال له عليه اتسمى بطل الحرب والسلام. أول حاجة لما جه قال له you have heard about Estadet haven't you؟ هل أنت سمعت عن Estadet؟ فقال له yes of course. وبعد كده قال له حاجة، قال له a movie it's أيام Estadet isn't he؟ هيقول له إيه بقى فوق؟ I watched a movie about him، يعني انا اتفرجت على فيلم عليه. اما طبعا هنا بيستغرب a movie it is ايام السادات isn't it مش كده؟ قال له yes it is، طبعا هو بيجاوب على الكويستشن التاج اللي فوق. وقال له I حاجه what about السادات himself، يبقى قال له ايه؟ I like it، انا حبيت الفيلم ده. هو it هنا عايده على a movie عايده على الفيلم، يبقى هو حب الفيلم. What about السادات himself؟ ايه رايك في السادات نفسه؟ وساله سؤال قال له yes I like him very much، يبقى سأله قال له يبقى اكيد سأله قال له do you like him يعني هل تحبه؟ Yes I like him very much، انا بحبه كتير. What about you؟ طبعا هيقول له ايه؟ واحد بيسأله على رأيك في حاجة فهيقول له I agree with you او I like him too، اي حاجة بتعبر عن ان هو بيأيده في نفس رأيه. اوكي he is a great man، هو رجل عظيم، عشان كده احنا عرفنا ان هو موافقه في الرأي، عشان كده قلنا I agree with you isn't he. طبعا احمد no question about it but why، احمد سأل سؤال هنا why is he called the hero of war and peace، قلنا ليه هو سموه بطل الحرب والسلام. father قال له he is a real hero because، هو بطل حقيقي لان هو he restored the Egyptian land، لان هو اعاد الاراضي المصرية او اعاد ارض مصر. حاجة معانا اكسل يور سيلف، سؤال متفوقين. choose number 1 our school has space a good name 1 earned big things number 2 nobody can space my brother and chess when earned big game thank you and good book.